تعليقا على هذا الخبر المفرح للعديد من الأسر المصرية، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد. أهلا بحضرتك يا أستاذ رضا. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. تعليق حضرتك على هذا القرار وقراءتك السياسية له. طبعا تعليقي أن هذا القرار بالإفراج عن 151 محبوس احتياطيا دي طبعا أكبر دفعة احنا شفناها منذ انطلاق الحوار الوطني، وده بيؤكد تفاعل الدولة والقيادة السياسية مع مطالب القوى السياسية داخل الحوار الوطني، وأيضا بيعكس نوايا صادقة من في إغلاق هذا الملف تماما. أيضا الاستجابة ده أيضا بيعني استجابة السيد الرئيس كما وعد بأنه هتنفذ مخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يدخل في اختصاصاته الدستورية تعهد تنفيذها مباشرة، وفيما يحتاج إلى إحالة لمجلس الشعب سيتم إحالته، وبالتالي السيد الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية في الموافقة على إخراج هذا العدد الكبير، وده بيعني أن السيد الرئيس والدولة المصرية عازمين على الانتهاء من هذا الملف، وعازمين على تبييض السجون من المحبوسين احتياطيا، وبدليل أن السيد الرئيس اشتغل على عدة مسارات، مسار استخدام صلاحياته الدستورية في لجان العفو الرئاسي، ومسار الحوار الوطني ومناقشة قانون الحبس الاحتياطي، وده بيعني أنه السيد الرئيس عازم على إنهاء هذا الملف، والقوى السياسية في الحقيقة والحقوقيين طلبوا بهذا كثيرا وتناقشوا فيه في الحوار الوطني. طب الحقيقة أستاذ رضا، يعني هو في شقين في هذا الموضوع، يعني هدف الدولة هو زي ما قلت حضرتك الاتجاه نحو إنهاء هذا الملف تماما. أولا في شق متعلق بالإجراءات القانونية وتقليص مدة الحبس الاحتياطي في القوانين المصرية سواء في الجنح أو في الجنايات، وشق آخر يتعلق بقضايا المتهم فيها هؤلاء المحبوسين احتياطيا، هل سوف يتم البت سريعا في هذه القضايا؟ ففي شقين، شق إجراءات جنائية وشق قضائي في هذا المجال. هو في الحقيقة حضرتك بتتكلمي على مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات الجنائية بيشمل باب ضمن هذا القانون هو باب الحبس الاحتياطي. قانون الإجراءات الجنائية لأنه كان منذ عام 50، وهذا القانون هام جدا، وإحنا تقدمنا في الحوار الوطني وناقشنا هذا القانون لأنه كان يجب أن يتغير وفقا للمتغيرات ووفقا لتعديلات بعض القوانين، وأيضا تعديلات الدستورية اللي تمت على مدار السنوات السابقة، أكثر من 4 تعديلات أو 3 تعديلات دستورية منذ عام 50، وبالتالي كان يجب النظر في قانون الإجراءات الجنائية وتعديل، وهذا ما حدث فعلا، بيناقش داخل اللجان الفرعية في مجلس الشعب، وبيناقش على وتم مناقشته على المستوى المجتمعي، وضمن هذا المشروع بيجي باب الحبس الاحتياطي اللي تم المناقشة فيه بشكل متخصص داخل مجلس الأمناء وداخل اللجان العامة في الحوار الوطني، وفي الحقيقة أنه تم في مخرجات طلعت من الحوار الوطني بتتعلق بالحبس الاحتياطي وتقليل مدد الحبس الاحتياطي على كافة مستويات الجنح والجنايات وإلى آخره، وعلى كافة مستوى الإجمالي العام لمدة الحبس الاحتياطي. أيضا تحدثنا عن بدائل الحبس الاحتياطي، أنه يكون هناك بدائل كثيرة زي ما موجودة في العالم واقترحناها، أيضا تكلمنا عن التعويض الناتج عن الحبس الاحتياطي الغير مبرر والغير قانوني، وبالتالي كل هذه الأمور تقدمنا بها في الحوار الوطني، والحوار الوطني في الحقيقة استطاع أن هو يقدم هذا المشروع للسيد الرئيس ويقدمه لمجلس النواب بالمقترحات، وده النتاج اللي احنا بنشوفه النهاردة. قانون الإجراءات بيتعدل، وتقريبا المشروع بقى خلاص في مشروع في مراحله الأخيرة، وبيتضمن هذا المشروع زي ما قلت لحضرتك باب للحبس الاحتياطي. السيد الرئيس كمان واحنا شغالين في دوت هو بيستخدم صلاحياته الدستوريه عشان يرسخ مبدا والاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، وافرج عن هؤلاء في ظل مناقشتنا هذا القانون، وده بيعني
ان هناك عزم واراده حقيقيه. صحيح. طب استاذ رضا، اخيرا نتوقع مزيد من الافراجات في الايام القادمه. 151 هذا رقم كبير زي ما ذكرت في بدايه حديثك مقارنه بالاعداد السابقه، هل نتوقع المزيد في الايام المقبله؟ في الحقيقه احنا اتسالنا السؤال ده في المره السابقه وقلنا احنا نتوقع المزيد، وما زلنا بنقول نفس الاجابه، احنا بنتوقع المزيد. ليه بنتوقع المزيد؟ لانه الدوله المصريه عازمه على انهاء هذا القرار. نعم. وفي الحقيقه كل الخطوات اللي بتتم خطوات سريعه وخطوات ايجابيه، وهذه الخطوات بتعني رسالتين، رساله للداخل ورساله للخارج. رساله للداخل طمأنه داخل المجتمع المصري لاهالي المحبوسين واسرهم اللي هم بيمثلوا المجتمع المصري، بيطمنوا ان هم انه هذه القضايا الدوله المصريه مهتمه بيها، والقياده السياسيه حريصه جدا على غلق هذا الملف وانهائه بشكل يرضي المواطن المصري والمجتمع المصري ويساعد في بناء الانسان المصري. هذه واحد. رسائل للخارج، وهي انه حقوق الانسان، ان الدوله المصريه حريصه على تحقيق حقوق الانسان المصري بما يتلائم مع احتياجاته، بما يتلائم مع ما وقع عليه من بعض الاخطاء او بعض الامور، وبالتالي الدولة بترفع هذه الأمور بصلاحيات دستورية وقانونية علشان تعمل ارتياح داخل الدولة. دي رسالة للخارج، يعني ما حدش يتدخل في الشأن المصري، احنا أولى بأهالينا وأولى بناسنا وإحنا عارفين إحنا بنعمل إيه. أشكر جزيل الشكر الأستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد.